اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بشكل متزامن اطلقت جماعة الحوثي صواريخها ودروناتها الثلاثين، وهناك 32 بما فيهم صاروخ موجه لم يذكر اسمه الى حدود اللحظة وتحت التدقيق باتجاه عشق. هذا المطار الإقليمي منذ عام 1987 وخرج عن الخدمة في 2015 بشكل كامل، ثم عيد مرة أخرى في 8 يناير 2022، أي قبل أيام نزلت فيه 4 طائرات موجهة للعمالقة برئاسة طارق صالح. وهنا جاء القصف مباشرة لطائرة إليوشن 76TD تحت الرقم التجاري 140-307-5، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل طائرة أخرى ضمن خسائر الإمارات العربية المتحدة في هذه الأجواء المعلنة كأجواء حرب شاملة ضد كل المواقع بما فيها مواقع إماراتية في اليمن أو في الإمارات العربية المتحدة. ولأن صيغة 4 طائرات من حجم الإليوشن 76 التي نزلت، لأن أول طائرة نزلت في 8 أيضا في الافتتاح في 8 يناير، وجدنا كما يقول ملمس مدير المطار لأناضول بأن الإليوشن هي التي نزلت، والإليوشن هي التي خرجت عن الخدمة في نفس التوقيت الذي ضربت فيه جماعة الحوثي الإمارات في اليمن والإمارات في الإمارات. وهذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل الأمور أكثر صعوبة، خصوصا وأن صور الأقمار الصناعية واضحة بإخراج الإليوشن. وهذا الخبر نشرته المساء قبل أن يؤكده أكثر من موقع إسرائيلي يتقدم كل هذا صور لقمر الصناعي سنتينل 2-1C بالأساس. إذن العملية كلها اليوم تحت الدرس من جهة، وثاني مسألة أننا أمام عملية نوعية موجهة إلى الأهداف الإماراتية في كل من شبوة، وأيضا لأن عتق هي عاصمة شبوة، وهذا المطار كما قلنا إقليمي موجه أساسا لمراقبة الحدود اليمنية السعودية، وعلى وجه صحيح مراقبة الحدود مع السعودية. وهذا هو الإنجاز الذي قامت به روسيا تجاه اليمن في وقت سابق، لأن العملية أساسا بالنسبة للبناء بدأت في 87-900 و1000. إذن بالنسبة لهذه الالتفاتة فهي شديدة الأهمية. هناك 25 مليون ريال التي دفعت مباشرة من أجل الوصول إلى أن تكون هناك أرضية مطار صالحة لاستقبال إليوشن. ومجرد استقبال إليوشن فهذا تطور ملموس جدا، لأننا أمام مدرج اسفلتي واحد أساسا 31-13، وهذا واضح من خلال تتبع ما كان عليه الحال بالنسبة لمطار عتق. على أقل تقدير هنا يمكن الجزم بأكثر من خلاصة. أولا أن العملية الموجهة ضد الإمارات كانت نوعية، لأنها كانت تستهدف مباشرة الأهداف الإماراتية في عتق في شبوة وأيضا في مطار أبو ظبي، فأصبح عتق وأبو ظبي في نفس مسارات الأهداف بالنسبة لهذه الجماعة التي أطلقت 20 درون و10 صواريخ حسب ما أكدته أبيبرو الروسية. إذن العملية اليوم هي عملية مدروسة وبشكل قوي جدا، لأنها نوعية في الأهداف، نوعية على صعيد استخدام مزدوج للدرون وأيضا للصواريخ البالستية دفعة واحدة. المسألة الثالثة أن هناك اليوم 3 جبهات مباشرة، السعودية والإمارات وشبوة،
دفعة واحدة بهذه 30 إلى 32 حسب الاستخبارات الأمريكية التي تؤكد أن احتمال أن يكون إطلاق الصاروخ الموجه لشبوة متزامنا كان مدروسا للغاية. هنا نطرح سؤال: من كانت الإليوشن هذه 76 تي دي التي قصفت في عتق في نفس الوقت الذي قصفت فيه أيضا الصهاريج والمطار أو مطار بالتحديد في الإنشاءات في مطار أبو ظبي، لا رأينا أن هناك على الأقل تقدير لدى الإماراتيين لهذا الربط؟ هذا الربط مدروس للغاية، أولا لأن العمالقة أساسا اليوم لديهم دعم أقوى من اللازم، وأن هذا الدعم سبب في إثارة الحوثيين بهذا الشكل. المسألة الثانية أن هناك 4 طائرات وهذا عتاد هائل جدا، ثم هناك تطبيب عالي وغيرها، كل ذلك من أجل التقدم على الصعيد الجبهات. ولذلك فالعمالقة وطارق صالح كخيار ثالث ما بين الخيار الحوثي اليوم المنفصل عن طارق أو عن ما كان عليه الرئيس صالح الذي تحالف في وقت سابق مع الحوثي وبعدها مباشرة، أصبح هناك رؤية مختلفة، خصوصا وأن قرب ابن صالح الرئيس السابق لليمن لجلب جزء من الجيش إليه، وأن مثل هذا يضعنا أمام جيش عقائدي وجيش وطني، وهناك أيضا استخدام بشكل كبير في المرحلة الأولى لما سمي بانفصالي الجنوب. لأن المهم بالنسبة لما جرى في التحالف الأول بين الحوثي وصالح هو أن في اللحظة التي تحول فيها التحالف الإيراني الحوثي إلى مرحلة أخرى، وجدنا أن صالح أو عائلة صالح وأيضا جزء من الجيش اليمني الذي يرفض الولاء لعبد ربه، وجدناه أنه أقرب إلى الإمارات، والإمارات لعبت بانفصالي الجنوب ثم بورقة العمالقة في لحظة حاسمة اليوم، لأن الوضع أكثر تشتتا. إذن بالنسبة لمحافظ شبوة الذي أقيل بين قوسين على الأقل حسب أكثر من مصدر، لكن في واقع الحال فالذي تؤكده اليوم الأقمار الصناعية بعيدا عن الجانب السياسي هو أن ما جرى من إطلاق لصاروخ غير معروف أو غير محدد الهوية، وهذا الذي لا يرغب في الإجابة عنه الحوثي في هذه المرحلة على وجه التدقيق. ثانيا أن هناك عدم رغبة في الإفصاح عن بعض المعلومات التي جعلت مثل هذه العملية النوعية باتجاه عتق باتجاه أبو ظبي وباتجاه المملكة العربية السعودية في حزمة واحدة يعتبر تطورا. كل هذا لديه أهمية كبيرة على الساحة القتالية، لأن المهم ليس التقدم على صعيد العمليات القتالية، هناك عمليات نوعية هي التي تغطي على تراجع من هذا الحجم بالنسبة لجماعة الحوثي التي كانت في 2015 مثلا في مطار عتق، واليوم أصبح عتق تحت النيران وفي نفس الوقت هو للعمالقة، وهذا يكشف إلى أي حد نرى أن الاستثمار الإماراتي في العمالقة ليس مقبولا على الأقل من طرف الحوثي، وأن هذه القصفات التي حدثت في 3 جبهات دفعة واحدة أي على جميع جبهات القتالية لا الداخلية منها ولا السعودية الإماراتية، وهذا يفيد أن العملية النوعية اليوم لليمن وبعيدا كل البعد عن مسار التطبيع الإيراني الإماراتي الإيراني السعودي، سنجد أن الحوثي اليوم قاد عملية استثنائية جاء الأمريكي ليثبت ذلك. المسؤول الأمريكي الذي صرح لول ستريت جورنال قال بالحرف أن هذه العملية قادتها جماعة الحوثي. ثانيا أن سوليفان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي قال وتحملت مسؤولية الحوثي، يعني هناك تحمل مسؤولية بالنسبة لما جرى.
ثانيا وهذا هو المهم أن إيران يبرئها الأمريكيون في الول ستريت جورنال، فأصبح هناك خيار واحد، محاولة التعامل مع الحوثي كحوثي بعيدا عن إيران. وهذه هي السر الاستراتيجية التي عمل عليها السعودي والإماراتي بجعل العلاقات الأخوية أو ما سمي بالأخوية الإيرانية الإماراتية السعودية الإيرانية باتجاه التطبيع الذي لا يرغب الإيراني إلا في أن يكون مشتركا ومزدوجا بصنعاء كما في الرياض مع 6 دبلوماسيين، وهذا ما أشرنا إليه في فيديو سابق. على أي الآن هناك نجاح أكيد بالنسبة لضرب التي دي هذه على أرضية مطار عتق، وهذا يكشف إلى أي حد اليوم يمكن القول أننا أمام عملية استثنائية موجهة لثلاث جبهات وبنجاح على جميع الصعد. هذا الذي يثبت من جهة أن الحوثي أدرك جيدا أنه يمكن أن يدير عملياته بنضج تكتيكي وبتحول عملياتين، وهذا لا يفيد الولايات المتحدة الأمريكية في شيء. لذلك ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة، وهذا الذي سيجعل مرة أخرى الحوثي كأنه يقاتل أمريكا، وهذا تطور لا يمكن بأي حال على الأقل حسب CIA معرفة الانعكاسات بخصوص ما سيجري. إذن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط فيما السعوديون والإماراتيون يرون بتوسيع العملية اليوم من الرياض إلى أبوظبي، وهكذا يمكن الذهاب أبعد بهذا الاتجاه. لكن ما بين استراتيجية تعتمد على السعوديين والإماراتيين وما بين استراتيجية يراها جاك سوليفان وبشكل معلن أنها لأمريكا ولحلفائها ضد ما سمي الحوثي لمحاسبتهم حسب تعبير جاك بيان جاك سوليفان، إذن بين الاثنين سنجد أن مجرد قصف الإليوشن 76 هو تطور استثنائي، لأن هذه هي العملية التي لا يرغب الإعلام في تسليط الأضواء عليها، خصوصا وأن هذه العملية النوعية اليوم التي يمكن اليوم استشفافه، فأن كل عملية نوعية سيكون القصف فيها على أهداف مباشرة في داخل اليمن وأخرى أيضا في السعودية والإمارات العربية المتحدة وتستهدف الأراضي الإماراتية، كل هذا في حزمة واحدة. هل هذا هو التحول الذي حدث؟ قد يكون، لكن على العموم فإن الإليوشن وهذا الربط بين الإليوشن وما بين قصف أبوظبي يؤكد أن دعم العمالقة هو الذي سبب في قصف أبوظبي. بسيط جدا، الرسالة السياسية واضحة. المسألة الثالثة أن الحوثي سيقاتل بإيران أو بضوء أخضر إيراني دون ضوء أخضر إيراني، يعني أن المسألة بالنسبة إليه حسب رؤيته، وهذا الذي أكده مسؤول أعلى مسؤول استخباراتي باتجاه وول ستريت جورنال، يعني أن هذه العملية فاجأت الإيرانيين قبل أن تفاجأ الإماراتيين. وفي هذه الحالة فإن الحوثي يقاتل لحساباته ولحساباته الاستراتيجية حصرا، ومجرد أن يكون لمثل هذا التنظيم هامش المناورة المسموح به إيرانيا بحيث أن إيران يمكن أن تتعاطى مع وضع يختلف عما جرى في اليمن، وأن اليمن لوحده وأن إيران لوحدها، فهذا أيضا استراتيجية معتمدة يمكن أن يكون لها ما بعدها بكل تأكيد. فهل ستسمح إيران بأن يكون الرد أمريكيا ضد الحوثي لمحاسبة الحوثي وبقسوة كما أراد السعوديون ونفذوها قبلا واليوم تلتحق بهم الإمارات العربية المتحدة وأيضا أمريكا وإلى جانب إسرائيل، هل ستسمح إيران بذلك؟ هذا سؤال يجيب عنه أيضا
الول ستريت جورنال قد تكون فرصة في إعادة أقلامة أو تجذيب عمليات الحوثي، لأن أي مساعدة قادمة موجهة إلى الحوثي من طرف إيران ستكون مشروطة على الأقل حسب الأمريكيين وتقديراتهم، وفي هذه الحالة يمكن السيطرة على الوضع. لكن في واقع الحال فإن الإيراني من تتبع السياسة الإيرانية مع حزب الله أو مع الحوثي فإن التقديرات تكون محلية وتكون مستقلة في أغلب الأحيان. القرار يكون للتنظيم، وهذا الذي يزعج إسرائيل رغم ادعائها أنها مجرد أفرع لإيران وغيرها. أفرع نعم في تعبئة السلاح، في شراء السلاح أو في تسليم السلاح، كل هذا مفهوم، ولكن القرار قرار قتالي والقرار التكتيكي بالأساس من غير استراتيجي فهو دائما يشتغل به الحوثي. والحوثي اليوم يرسل رسالة مباشرة أن عتق يساوي أبو ظبي، مطار عتق يساوي مطار أبو ظبي، وهكذا الرسالة وصلت وبشكل واضح. لكن سر هذه الطائرة أنها خرجت عن الخدمة وحمولتها فيها وهي خارج الخدمة الآن، وهذا ما تؤكده الأقمار الصناعية. لذلك مهم جدا أن الإليوشن 76 تحت الرقم التجاري 100-340-307-5 خارج الخدمة. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.